مسبقه، مهما يكون الوضعيه اللي فيها المنتخب الجزائري ومهما تكون النتائج نتاعه مع المنافسين الاخرين، حقيقه مباراه تونس الجزائر. هنا المدرب قاعد يغير في التركيبه خاصه على مستوى التنسيق والظهير، لعب بالسوسي والجزيري الاثنين يلعبوا برشا على ساقيهم، هكاك نجموا نلقاو الحلول سوى كمال العلويني. هنا انياغو لاعب منتخب رومانيا الظهير الايسر مع منتخب رومانيا الذي حصل على السلام انيس، ولكن خطا طلع يعني غير قادر الفريق السعودي من الاختراق. الفريق الجزائري الوحده الان، شوف لاحظ قطع الكرات هناك، هذه كره جزائريه ويأخذ وقته كامل بالهجمه. جميل، هي تدخل طويله كان بين الغرافه والفريق الجزائري لمصلحه الفريق الجزائري. البحث الان عن زاركو، زاركو في اخر عشر دقائق ما شاء الله كابتن رافع، محاوله تعويض النقص العددي او لا، والله الفريق اكتمل الان، فريق اكتمل. لا اكتمل صحيح. كرة الان عند سيف، الشوط الاول على فارق الهدف، هذا سيف ولكن هنالك قوه ومتانه وجوده. دقيقه وعشر ثواني، السوبر حصل المركز الخامس، فاحنا عندنا من اقوى البطولات العربيه تقريبا. امامكم برياح عبد الرحيم الان 28 30 يا شباب. الان صبح سعيد بالاقتراب دائما عن بعضهم جنبا الى جنب، شوف هذا هو ريان عريبي وفي المتابعه اللاعب الاخر مره ثانيه الفريق الغرافه القطري مان تو مان. هذا احمد المناوي امامكم على طول الكره مع الغرافه القطري، لك الكره لمست رولي الجزائري باللون البرتقالي والاسود والسروال الكحلي، والنتيجه حتى الان تقدم الفريق الجزائري. شوف هذا هو في اصابه للاعب الكويتي، لكن شوف فاست بريك بورياح على طول، الان لم يقدم الشيء المطلوب عكس المباراه الماضيه. كره تعود مره ثانيه عبد الرحمن الشيخ سافاني، العوده للفريق عبد الرحمن الشيخ، العنيزي سعد السالم عبد الرحمن الشيخ، تمريرات حصار ما بعد حصار. لا، هدف الجزائر بدايه وثم دخول بقوه مع كره لفات المنتخب الوطني التونسي باش تحاول تمشي، كمل ممنور، ثم تدخل جيد. 6 و7 نقاط في 10 دقائق ليره، ماهوش سهل انك تدخل الفارق بسهوله هذه. المنتخب الوطني التونسي شيئا فشيئا سيول كوريا الجنوبيه، الجزائر لعبت من اجل الفوز بمركز التاسع في برشلونه الكتالونيه. ستة وعشرين مقابل 21، وقع أكثر من 80 هدف للمنتخب تجاه المرمى. التصويب يستوجب أن يكون جيدا وأن يكون مركزا، محاولة مصرية أيوب. المنتخب المصري سيحاول جاي أحمد الأحمر، اللاعب أحمد أحمر لاعب نادي الزمالك، الزمالك والأهلي فريقان كبيران من فرصة. 4 دقائق على نهاية أحداث المباراة، المنتخب المصري عليه أن يسجل أهدافا لمصلحة المنتخب المصري. مكرم المساوي مع رياض شعبور ويرزح في تسجيل الهدف. رياض شعبور أعطى الفارق مرة أخرى للمنتخب الجزائري، الخون اللي أعطى برشا إضافة لهجوم المنتخب الجزائري. وهذا رياض شعبور يسدد وينجح في مخالطة
ماجد اسامه حسني افضل لاعب. اسامه حسني فاز جائزه في الهدف هذايا. تصل الكره لشهبور وينجح ينجح في التسديد وتعديل النتيجه للمنتخب الجزائري. قلناها برشا اخطاء في الدفاع يعني ولحد الان صعيبه، والعشر دقائق الاخرانيه هي الهامه في كره اليد، والتايمينغ كبير برشا للمنتخب الوطني التونسي باش يرجع الجزائري. مباراه سريعه برياش، تفريغ على طول. شي كرام باركوس برياش على طول، برياش نميل التمريره في الجناح الايسر. شوف التمريرات بالطول بالعرض، لكن هدف بالشباك الفريق الرياش. مولود على طول هذا برياش، تفريغ ناجح على طول. أوه. هدف بذكاء بذكاء تعتقد، وهدف هدف جزائري جديد رقم 20 لاعب الجناح الايسر انه يظل بالمباراه ويظل متقدم. نعم، وعمالوا اللاعبين يبذلوا جهد كبير عالي، وهي هدف كمان لمجمع الجزائري عن طريق الجناح الشوط الثاني. نعم اكيد. نعم، كانت تمريره ذكيه من التي تاتي بشكل ذكي من هذا اللاعب محسن. هذه كره ولكن لاحظ المهندس بورسعيد هذه كرة. يا سلام يا سلام، كرة جزائرية ولكن هناك خطأ. تسديد ويسجل الرياض شهبور. مفروض محمد السوسي يلعب أسرع، محمد السوسي لأنه المنتخب الجزائري كان الحكام رفعوا يديهم للإعلان على اللعب السلبي، بالتالي كان سرع الكرة. حاج يوسف السوسي، أسامة حسني وأمين بانور. التقطعات منتخب الجزائري يا صعيبة. يطلع بانور لكن الدفاع موجود طويل القامة، يسرع في الهجمة، الهجمة المعاكسة ويسجل الهدف. لاعب رياض الشحبور لاعب المجمع البترولي، الهدف الثاني للاعب رياض الشحبور في 30 ثانية منذ بداية الهدف. لكن نشاهد هذا الهجوم منتخب الجزائري ويسجل من الجناح مع بركوس. تبادل المراكز المنتخب الجزائري بالطبع. بالانغولي ممتاز يقطع هذا الهجوم بسرعة ويسجل. محاولة جزائرية والتصويبة وهدف عن طريق من؟